لمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود محروس فراج، أستاذ مساعد علوم البحار والأسماك بجامعة الأزهر. مرحبا بك دكتور محروس معنا في هذه الجولة من النقاش. لو تشرح لنا بداية ما هي أهمية بحيرة البردويل، وضع هذه البحيرة بالنسبة للثروة السمكية في مصر؟ في البداية طبعا أشكر حضرتك وجميع أسرة البرنامج وأشكر حضرتك استاذينا. شكرا. بالنسبة لبحيرة البردويل طبعا هي إحدى الركائز الأساسية اللي تتبع البحيرات الشمالية، والبحيرات الشمالية الواقعة بمصر، والبحيرات الشمالية دي برضو إحدى الركائز الأساسية في المصايد الطبيعية الخاصة بمصر، والمنوط بها امداد الشعب المصري والقطر المصري بالانتاج السمك. بحيره البردويل لها خاصيه مهمه جدا، انها تتميز بجوده السلالات الكائنات الحيه وخاصه الاسماك البحريه والقشريات، لدرجه ان الاسماك بتاعتها او الخاصه بها والقشريات تصدر لخارج مصر. برضو بحيرة البردويل تتبع منظومة النهضة الشاملة، واللي كانت خطوة فعالة جدا من الدولة وقيادتها اتجاه تطوير وتنمية البحيرات، سواء كانت من تقليل عمليات الردم، سواء كانت من خلال عمليات التكريك والتطهير لزيادة مصادر التنوع السمكي والتنوع الحيوي، وده برضو بيقع ضمن منظومة التنمية المستدامة ولا سيما في قطاع تنمية الثروة السمكية. طب لما حين نتحدث عن تطوير بحيرة دكتور محروس أو تنمية بحيرة، يعني هذا من الممكن ألا يكون واضح بشكل كبير بالنسبة لذهن المشاهد، كيف تتم عملية التطوير؟ التطوير البحيرة طبعا لما يكون في مشكلة في بحيرة ما أو مكان معين يسبق قبل التطوير الوقوف على أهم المشاكل. طبعا في البداية أي بحيرة أو أي مسطح مائي بينتج سمك، يعني معناه بيساهم في سد الفجوة الغذائية، يساعد في الأمن الغذائي، يساعد في تنمية اقتصادية وتنمية المجتمع القاطن حول هذا المسطح، وبالتالي خلق فرص عمل لكثير من الشعب الساكن حول البحيرة. بالنسبة للأوجه أو أفرع التطوير ممكن يكون من خلال إعادة المساحات الأصلية للبحيرة بعد عمليات الردم، بعد عمليات السلوكيات الخاطئة، بعد عمليات التعدي. ممكن يكون من خلال إلقاء سلالات جيدة من الأسماك لزيادة المصدر البيولوجي والتنوع الحيوي. ممكن من خلال وقف أنشطة غير قانونية. ممكن من خلال خلق مجتمع اقتصادي حول هذا المسطح، وبالتالي فتنمية أي مسطح وخاصة البحيرات بيكون تنمية شاملة، سواء كانت داخل المسطح نفسه من منع الملوثات اللي موجودة في البيئة المائية الخاصة بها، من خلق فرص حول مثل هذه البحيرة، من عمليات منع التلوث وعمليات تكريك وتطهير وزيادة في تنوع السمك الموجود في البحيرة. طيب كمتخصص حضرتك في علوم البحار والأسماك، يعني قيل في الخبر أنه لبحيرة البردويل ثروة سمكية ليها جودة عالية، كيف يؤثر ذلك؟ يعني وجود ثروة سمكية من جودة عالية أو ربما وجود أنواع مختلفة زي ما ذكرت حضرتك في البداية، كيف يؤثر ذلك على التوازن البيئي والأمن الغذائي؟ بحيرة البردويل لها خاصية زي ما ذكرت لحضرتك قبل كده، إن بحيرة البردويل معظم مياهها مياه مالحة، تبقى حضرتك، وبالتالي فالأنواع القاطنة فيها ذات قيمة اقتصادية عالية، علاوة على إن مياه البحيرة نفسها خالية من الملوثات، وبالتالي قيمة اقتصادية عالية بمعنى إيه؟ يعني أسعارها غالية؟ طبعا يا فندم، يعني مثلا بحيرة البردويل بيخرج من إنتاجها أنواع من القشريات مثل الجمبري والكابوريا وأسماك الدنيس والأسماك البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية، علاوة على أنها خالية من الملوثات، وبالتالي فأنا عندي منتج هنا ذو قيمة اقتصادية عالية وجودة اقتصادية عالية بيتصدر لخارج مصر. بما أن المياه والبيئة هناك مياه
جيده وخاليه من ملوثات، فبالتالي عمليه التطوير من شانها انها تحس انواع جديده ثانيه تزود او تعمل من اكثار المنتج الخارج من مثل هذه البحيره. طبعا دي ميزه خاصه بها عن باقي البحيرات الشماليه اللي تتميز بوجود مجموعه انواع معروفه مثل اسماك البلطي وبعض انواع الاسماك العذبه وبعض الاسماك المتوسطه القيمه الاقتصاديه لكن مهمه بالنسبه للشعب المصري زي انواع العائله البوريه وخلافه. حين يتم التحسين يعني جودة الأمن الغذائي أو المن يعني العائد الغذائي من البحيرة، يعني القشريات أو المنتجات الكائنات البحرية اللي بتعيش في هذه البحيرة لما يتم تحسين جودتها، حضرتك بتقول لنا إنها ليها قيمة اقتصادية كبيرة بالنسبة للخارج والداخل، ولا بتكون يعني مغرية أكتر أو مربحة أكتر بالنسبة للخارج؟ طيب هو طبعا سؤال جميل جدا طبعا، لان برضه يطرا في ذهن المشاهدين طب احنا عندنا الحاجات دي، طب احنا كشعب مصري او لا، ولكن الموضوع مش 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 بالشكل ده خالص كمسؤولين. المسؤول او القياده او على مستوى الدوله بينظر للموضوع في اكثر من اطار، في استيراد، في تصدير، في منتج شعبي يغطي الاحتياجات الغذائيه بتاعه الشعب. وبالتالي فأنا كشأني هنا في بحيرة زي بحيرة البردويل أنا عندي سياحة لكن عندي منتج كويس فممكن يتباع بشكل كويس. طبعا دخل في الخط معانا قطاع الاستزراع السمكي والمشاريع القومية تحت قيادة السيد الرئيس طبعا، ودي برضو بتمد المجتمع الداخلي بأنواع عالية القيمة الاقتصادية كمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتلبية احتياجات المواطن المصري البسيط. المفروض ده سؤالي الأخير دكتور محروس، المفروض بعد التنمية والتطوير إذا ما حدث يعني إعادة التوازن البيئي للبحيرة وتحقيق الأمن الغذائي، المفترض إنه الأسعار يعني تنخفض ولا ليس بالضرورة؟ لا هو طبعا المفروض إن في أكثر من محور. تمام حضرتك؟ في محور طبعا انخفاض اسعار ولكن ليس لكل الانواع. خلينا متفقين على كده ان مش كل الانواع مرغوبه لدى كافه الشعب المصري. ولكن في تنميه حولها وبالتالي بتصب في مصلحه المواطن البسيط بصوره غير مباشره. فانا هنا تنميه مسطح. مسطح مائي يبقى اذا عمل لي كيان اقتصادي حول هذا المسطح المائي لان كله برضه بيتبع الشعب المصري او القطر المصري. ولكن مع زياده المسطحات وتنميتها لابد طبعا من تواجد منتجات اللي هي ذات جوده عاليه او قيمه اقتصاديه عاليه تتواجد في السوق بشكل ارخص من سابقه. زي اللي احنا بنشوفوه حاليا دلوقتي انتاج انواع القشريات مثل الجمبري نتاج بركة غديون وبعض المشاريع القومية بدأت تنزل في السوق المصري بسعر أقل من سابقه، وبالتالي فتدريجيا إن شاء الله هنلاقي في المستقبل ما يحقق طموح وإرادة الشعب المصري إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود محروس فراج أستاذ مساعد علوم البحار والأسماك بجامعة الأزهر، شكرا يا فندم على هذه المداخلة.